رفعت الراية البيضاء في هذه اللحظات، فتحت البوابات وانطلقت الأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات على بركة الله تعالى في شوطنا الأول في حفلنا الثاني، والانطلاق من الخارج لا نشاهدها لبان الأمل، وكذلك المحاذاة تأتي الآن لغلس حر، وأيضا الانطلاق للراية الخضراء، وكذلك محاولات مستمرة أيضا لبقية الأفراس المشاركة معنا في هذا الشوط، وعداية تحاول الدخول كذلك في المركز الخامس تقريبا في هذه اللحظات الرابع الآن لرقم 14 بنت الطفوح، والاقتراب من المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. الأفراس المنتج محليا عمر 3 سنوات والاقتراب من المنعطف الأخير، ولا زال التقدم لغلا سحر في المركز الأول مع ريان الطويرش، المحاولة لبان الأمل في المركز الثاني، المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم والانقضاض على الصدارة الآن في محاولة لرقم 7 الراية الخضراء في المركز الأول، بينما رقم 10 غلا سحر من الداخل تحافظ على الصدارة، والمركز الأول غلا سحر من المشاركة الثانية لعبد العزيز سعود رزيق الشيباني للمركز الأول بكل قوة ما شاء الله تبارك الله مع ريان الطويرش. إذن غلا سحر.